اهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، نحن مستمرون برنامجكم بصراحة وفقرتنا كل يوم اثنين مع شركائنا بالرعاية CFI وحبيبنا اخونا السيد مهند عريقات كبير المحللين الماليين. يا اهلا وسهلا بمهند. يسعد صباحك استاذ ابو احمد. اهلا يا وسهلا. مرحبا بك. انا شايف اخضر بوزيتيف وايجابي صحيح. وصوتك في خضار يا اخي، الخضار بسماع صوتك يعني. يلا يسعدك ويبارك يعني. يجبر خاطرك والحمد لله الامور طيبه ان شاء الله يا رب. بشرنا يا سيد مهند. بورصة عمان أغلقت على ارتفاع الأسبوع السابق. هذا الارتفاع بلغت نسبته 53%، ولكن هذا الارتفاع رافقه تراجع بأحجام التداول بنسبة 3.2%. أهم ما يميز التداولات أنه المؤشر مستقر عند متوسط أسعاره للمديات القصيرة الأخيرة. لما نتكلم عن المديات القصيرة معناته إحنا بنقصد فيها يمكن خلال آخر 20 أو آخر 35 وحتى لغاية آخر 50 يوم تداول. فالأسعار حالياً تتركز عند متوسط أسعارها للمديات القصيرة. أيضاً ما يميز التداولات في بورصة عمان هو بصراحة للأسف استمرار تراجع أحجام التداول للأسبوع الثالث على التوالي. نحن شهدنا أحجام تداول أقل من 20 مليون دينار كحجم تداول أسبوعي. نعم. ويمكن لسه مش هاي المشكلة، المشكلة الأكبر أنه نسبة كبيرة جدا من هذا الحجم التداول كان يتركز على عدد محدود جدا من الشركات. آخر ملاحظة متعلقة في بورصة عمان واللي بيظهرها الرسم المرفق أنه المستويات القريبة من 1575 هي تعتبر المستويات المقاومة الفنية للأسعار حاليا. طيب كيف كانت الصورة الخاصة بأداء القطاعات وحجم التداول يا سيدي؟ طبعا شفنا بعض النشاط الإيجابي لبعض الشركات القيادية على مختلف القطاعات الرئيسية. وهذا الشيء أدى على أنه نشوف ارتفاع لمعظم القطاعات الرئيسية، تصدرها قطاع الخدمات مدعوما بارتفاع سهم شركة مصفات البترول وشركة الكهرباء الأردنية وبنسبة إجمالية بلغت 95%، يعني قريبا من 1%. أيضا القطاع الصناعي نسبة ارتفاع 76%، وأخيرا القطاع المالي كان الأقل بالنسبة الارتفاع وبنسبة 34%. لو نظرنا إلى الشارت الآخر سوف نجد أن القطاع المالي رغم أنه كان الأقل ارتفاعا ولكنه كان الأكثر تداولا. هاي من بالمقابل استاذ ابو احمد لاحظ القطاع الخدمات هو الأكثر ارتفاعا ولكنه كان الأقل في أحجام التداول. فبالتالي هذا بيعطينا نتيجة على أنه الارتفاع الذي حصل لا يعتبر صحي بالشكل الكامل، لأنه دائما أحجام التداول هي التي تكشف حقيقة الارتفاع أو حقيقة تراجع أي أسعار. طيب ما يتعلق بالشركات اللي حققت ارتفاعا 52 شركة ويقابلها 42 شركة، ولكن حجم خلينا نقول التداول للشركات المرتفعة والمنخفضة يعني ملفت للنظر. احنا بنحكي بارتفاع القيمة 15 مليون، الانخفاض ب 42، القيمة ب 3 مليون. يعني هذا يعتبر انه في لطف من رب العباد بانه اللي انخفضت النسب والقيم بس بهذا الحد ولا كيف؟ شوف استاذ احمد، خلينا نتفق مع حضرتك على معلومه يعني هي مفيده ان شاء الله، انه لما يكون عندنا الحجم التداول العام قليل يعني زي ما شفنا قبل شوي لم يتجاوز حتى 20 مليون، فبالتالي دون ذلك ما في إشي بيعطينا انطباع واضح. حتى لو كان نسبة الشركات المرتفعة زي ما تفضلت حضرتك وصلت إلى 76% ونسبة الشركات المتراجعة 17% فقط، هذا المؤشر ما راح أعتبره، ما راح أتعامل معه بإيجابية، لأنه أصلا حجم التداول العام هو أصلا ضعيف. أنا إمتى يعني لما أشوف هذا الرقم بكون فرحان وسعيد؟ لما يكون عندي أحجام تداول مرتفعة، في ارتفاع مستمر بأحجام التداول،
في هذه اللحظة أي نعم ممكن تكون هاي النسب مؤثرة وذات فاعلية، ولكن لما أنا بتكلم أصلاً عن أحزان تداول ضعيفة فهاي الأرقام وهاي النسب لا تعطي دلالة واضحة أو مؤكدة على طبيعة التداول. طيب ننتقل يا سيدي لتمييز الشركات الخمس الأكثر تراجعاً أو ارتفاعاً أو تداولاً، تفضل. طيب هذا الشارت هلا راح يوضح لنا صورة أكثر وأكثر أستاذ محمد، يعني لاحظ كيف التدرج في المعلومة. لو نظرنا أكثر ما يهمني بهذا الجدول اللي هو الشركات الخمس الأكثر تداولاً، يعني لاحظ خمس شركات أستاذ أبو أحمد لوحدهم نسبة حجم التداول تجاوز 10 مليون. يعني خمس شركات تخيل أستاذ أبو أحمد من 200 من بين أكثر اللي هي شكلت 50% من حجم التداول. أنت بتحكي يا سلام عليك بالضبط، يعني تخيل خمس شركات فقط استحوذت على ما يزيد عن 50% من إجمالي حجم التداول الكلي. هذا كل هاي الدلائل تؤكد لي وتثبت لي على إنه القراءات أو الأرقام الإيجابية التي ظهرت لا يمكن الاعتماد عليها بشكل واضح بصراحة. نتكلم يعني أنا بتبع موضوع نشاط السوق والشركات، كنا زمان نلحظ أسماء شركات دائما لها وجود وبصمة، على سبيل المثال مصفات البترول الأردنية على سبيل المثال، مش هيك نلاقيها من الشركات الأكثر تداولا أو الأكثر ارتفاعا كانت، ويعني نادرا ما تشوفها من ضمن الشركات الأكثر تراجعا. وبالمناسبة الآن جرى تعيين مجلس إدارة ورئاسة جديدة فيه، مش هيك يا أستاذ مهند؟ والله إن شاء الله نتمنى أن تكون فاتحة خير وبداية، يعني نتمنى من إدارة جديدة أنه يعني تعنى بموضوع ملف التسويق حقيقة. الإدارة القديمة إدارة حصيفة ومتمكنة، ولكن يعني بجوز الخلل كان في موضوع التسويق لمصفات البترول وطلعنا هيك، وبعد ذلك كان في معدل مستوي الأداء ومن ثم صار في عنا انخفاض تلو انخفاض. فبالتالي إن شاء الله أنه مجلس الإدارة الجديد ورئيسه يكون في هنالك نظرة إلى هذا الأمر وإعادة تعديله. الآن إحنا بنحكي قاعدين بخمس شركات أكثر تداولا كان لها 50% من حصة سوق عمان المالي، تمام. الشركات الخمس الأكثر تراجعا الأثار والقيم ضعيفة جدا، ما أثرت في هذا الموضوع مش هيك؟ يعني المبالغ كلها يدوب تتجاوز 20,000 دينار مش هيك؟ يا سلام عليك، بالفعل هي أرقام متواضعة. يعني طالما الأرقام متواضعة فهو لا يعبر ولا بأي شكل من الأشكال عن واقع أو منطق حقيقي. يعني هاي النسبة المتراجعة ليست نتيجة عمليات أو بيوعات مكثفة أو نتيجة عمليات تخارج أو شيء، لا هي أبدا تداولات ضعيفة غير مؤثرة، فبالتالي هاي النسب ممكن تتغير بكل بساطة بكل سهولة. ممكن مثلا إذا إحنا شايفين أسهم عم تتراجع ب9% 8% ممكن الأسبوع الجاي نشوفها بالمنطقة الخضراء، ما في شيء يمنع لأنه أحزام التداول هي أصلا ضعيفة جدا. يعني أنا بدي مبلغ بسيط 4-5 آلاف دينار الشركة تتراجع 10% أو ترتفع 10%، صحيح. فهذا أكيد يعني بدون أدنى شك أنه ما بيعطيني انطباع ومنطق ويعني واقع حقيقي لهاي النسب الارتفاع ونسب الانخفاض. طيب. نظرا إلى جانب مشرق، أداء الأسواق العربية في السلايد الخامس عم يظهر بأن الأردن بالمركز الثالث بعد سوق السعودية وأبوظبي. تمام، شوف نسبة ارتفاع مؤشر الأردن الأسبوع الماضي زي ما فضلت اللي هو 53%، جعل بورصة عمان في المرتبة الثالثة من بين الأسواق العربية. من أبرز الملاحظات على الأسواق العربية اللي هو استمرار الاتجاه الصاعد لمؤشر السعودية واللي عم بسجل أعلى مستوى له في أكثر من عام. يعني من شهر 10 إلى 2019 تقريبا هو عند أعلى مستوياته، وهذا الشيء معناته أنه المؤشر السعودي استطاع أنه يتغلب عن المشاكل التي رافقت انخفاض الأسعار بسبب أزمة كورونا. الشيء الآخر حاب أنوه له للأسف أنه بورصة عمان ارتفعت الأسبوع الماضي 53%، أمس تراجعنا بنفس النسبة تقريبا، تخيل. يعني بداية التداول لهذا الأسبوع في بورصة عمان
بجلسة يوم أمس جاءت ضعيفة، فقدنا فيها أو خسرنا فيها كل المكاسب اللي حققناها على مدى أسبوع كامل للأسبوع الماضي. طيب السلايد الأخير اللي يتعلق بالعملات، مؤشرات الأسواق، الأسواق الأسهم والسلع والمعادن أستاذ مهند. بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية عم نشوف في تباين في الأداء وفي تغييرات طفيفة في مجملها أو في معظمها بحدود أو قريب من 1% صعودا أو هبوطا. الأسواق المالية الأسبوع الماضي شهدت حالة من الحيرة والقلق، شفنا الإغلاقات جاءت بنهاية الأسبوع تقريبا عند نفس أسعار الافتتاح لتداولات الأسبوع الماضي. هذا بيأكد لنا أنه الأسواق المالية في حالة حيرة. هاي الحيرة مرتبطة ارتباط مباشر تماما بانتشار فيروس كورونا وسرعة انتشاره، مرتبطة أيضا بخطة التحفيز المالية الأمريكية اللي ما زالت بدون اتفاق لغاية الآن، واللي عم تضارب الأنباء حول إمكانية عقد هاي الخطة قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات. ما زال الوضع ما بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما تقول دون اتفاق. أنت بتحكي على خطة الدعم ما بين 1.8 تريليون أو مبلغ أكثر. بالضبط، الديمقراطيين برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي تريد خطة لا تقل عن 2.2 تريليون، الجمهوريين اللي هم حزب ترامب عارضين خطة 1.8 تريليون دولار. ترامب وعد وأشار أنه ممكن يرفع هذا الرقم، ولكن ما زالت المفاوضات مستمرة لغاية الآن. أمس شفنا تصريح لرئيس مجلس النواب أعطت الجمهوريين مهلة 48 ساعة فقط حتى يتم الموافقة أو عدم الموافقة على تلك الخطة. من أبرز الأمور التي أثرت أيضا على الأسواق، رغم ارتفاع بعض البيانات والمؤشرات الاقتصادية وبالذات ما يتعلق بثقة المستهلك ومبيعات التجزئة الأمريكي، شفنا عجز الموازن الأمريكي بال 2020 ارتفع إلى 3.1 تريليون دولار مقارنة مع أقل من 1 تريليون دولار للعام 2019. طيب فيما يتعلق بالدولار وموقعه بين العملات، ما الأثر اللي تغير؟ بالضبط، الدولار وجد دعم بسبب عدم الاتفاق على خطة التحفيز لغاية الآن، وتم التعامل معه على اعتبار أنه عملة الملاذ الآمن وتلقى الدعم بشكل واضح جدا. ولكن بدنا ننتبه لها شغلة مهمة جدا أستاذ أبو أحمد، أنه مؤشر الدولار هو يقف حاليا عند مفترق طرق. ليش مفترق طرق؟ هو أغلق عند مستويات مقاومة خط اتجاه هابط كان ممتد من شهر 3 ولغاية اليوم. فعلامة الاستفهام حاليا، هل ينجح مؤشر الدولار في تجاوز ذلك الاتجاه الهابط ويدخل في دورة صعود، أو أنه هذا الأسبوع لا رح يشهد استئناف للاتجاه الهابط اللي كان يتحرك فيه أصلا زي ما حكينا قبل شوي من شهر 3 ولغاية اليوم. هذا من أبرز، يعني بشكر حضرتك أنك يعني ذكرتني بهذا الموضوع، هذا من أبرز الأشياء اللي إحنا بنراقبها ونتابعها في تعاملات هذا الأسبوع. بدنا نشوف ردة فعل الدولار مع المستويات السعرية اللي وصل عندها. خام برنت، برنت طبعا بسبب المخاوف المرتبطة بسرعة وزيادة انتشار فيروس كورونا والخوف من الإغلاقات، شفنا أمس كان في مكالمة هاتفية ما بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي حول آلية وطرق دعم أسعار الطاقة في السوق العالمي، لأنه هناك في توقعات أيضا من أوبك صدرت أنه ربما نشهد تراجع في الطلب العالمي على النفط بسبب الإغلاقات وبسبب استمرار انتشار فيروس كورونا وبسبب عدم وجود لقاح معتمد لغاية الآن من قبل منظمة الصحة العالمية. يعني هو حتى يعني المؤشر الحالي الآن يعني بنحكي بهذه اللحظة، برنت سجل انخفاض بنسبة 0.02%. لا هو سجل ارتفاع طفيف 0.2% زي ما تفضلت حضرتك، وأغلق مستقرا عند 43 دولار للبرميل. هو بشكل عام مستقر حاليا خام برنت بشكل أفقي ومنذ فترة أكثر من شهر. يعني الذهب بشكل سريع أستاذ مهند،
الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح البسيطة وأغلق على تراجع بنسبة 1.6% وأغلق قرب المستويات اللي هي 1900 دولار للأونصة. ولكن اللي بحب أنوه له وبحب أحكي أنه أسعار الذهب حاليا خلال أسبوع كامل هي يعني كان هناك تذبذب صعودا وهبوطا ما بين 1913 دولار للأونصة كمقاومة وبين المستويات القريبة من 1890 كمستويات دعم. أيضا من الأشياء اللي بدنا نراقبها هذا الأسبوع أنه نشوف كيف راح تكون ردة فعل أسعار الذهب مع هاي المستويات اللي احنا ذكرناها. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر كالعادة أستاذ مهند عريقات على تقريرك الدسم والموجز خلال هذه الفترة. إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، كل التحية لك ولي CFI والعاملين فيها.